المسافة بين الحلم والحقيقة مجرد خطوة. على أرض مصر بنحقق أحلامنا. بعاصمة إدارية جديدة هتغير خريطة السكانية وخريطة الاستثمار في مصر. مشروع عملاق بيتم تنفيذه على مساحة 170 ألف فدان بيوفر أسلوب حياة أفضل. العاصمة الإدارية الجديدة هي حل مناسب وعملي للنمو الثقافي والسكاني، وبترحب بالمواطنين من كل المستويات في مكان ذكي بيواكب أحدث مستويات المعيشة والتكنولوجيا على مستوى العالم. منطقة اقتصادية مجهزة ومتنوعة جاهزة لاستقبال 6 مليون مواطن. مصر بتتغير. مصر تطور مستمر يفتح أبواب المستقبل.